استضافت مصر لاجتماعات هذا العام في ضوء انها اولا من الدول المؤسسه لمجموعه البنك الاسلامي للتنميه منذ عام 1964، وهي ايضا من اكبر المساهمين في راس مال البنك، ولديها محفظه تعاون متناميه مع مجموعه البنك تبلغ حوالي 17 مليار دولار امريكي حتى نهايه مارس 2022. منها 367 مشروع، منها 303 مشروع تم الانتهاء منه بالفعل بتكلفة إجمالية تصل إلى 10.5 مليار دولار، و64 مشروع ما زال العمل جاري بها. تمثل أبرز المشروعات الجارية للبنك في قطاع الكهرباء وقطاع الطاقة مشروع الربط الكهربائي بين مصر والمملكة العربية السعودية التي يساهم فيها البنك الإسلامي للتنمية، محطات توليد الكهرباء في كل من أسيوط وغرب القاهرة، بالإضافة إلى مشروع خلق فرص اقتصادية للنساء والشباب لتعزيز الأمن الغذائي من خلال الممارسات الزراعية المستدامة، ومشروع التعليم الفني والتأهيل المهني، وكذلك التعاقد على مجموعة من خدمات الخاصة ببناء القدرات لدعم منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي والتنمية.